بتتعرض 100 110 10، يعني السكر والرز والزيت وكل حاجه دي يعني سعر مناسب لينا احنا برضو. الحمد لله على الاسعار هنا كويسه جدا واحسن من بره، ويا رب تدوم كده على طول. كويس المعرض موجود فيه كذا حاجه، سلع غذائيه وزيت ولحمه وده وده، نسال الله التوفيق ان شاء الله. المعرض ممتاز جدا وفي كل حاجه متوفره، ولحمه ب 150 ورز برضه رخيص، كل حاجه رخيصه فيه ممتازه. لا السلع متوفره، وشافوا الناس اقبال الناس على السلع قد ايه، وكم الناس اللي دخلت المعرض وشاف ان في وفره في السلع من الرز ومن السكر بكل الانواع، من 15 جنيه لغايه 17 جنيه ونص، عند السكر من 15 جنيه ل 16 جنيه ونص، يعني السلع متوفره، الزيت متوفر، السمن متوفر، يعني ما عنديش عجز في اي سلع الحمد لله. وبقول للمواطن تعال خد احتياجاتك بدون بسهوله ويسر، بدون اي ضوابط ولا روابط، لا خد اللي انت عايزه مفيش اي مشكله.